شيماء، شو تقولين عن المهرجان هذا العام؟ بحد ذاته يعني فكرة إقامة مهرجان الأغنية العمانية السادس كانت فكرة كثير طيبة، وأتوقع هذا دافع كبير للفنانين العمانيين إنهم يبدعوا. إحنا بس مو نكتشف أصوات جميلة، بل كلمة جميلة، كلمة حلوة توصل القلوب، وغير كذا اللحن الطيب. فأتوقع أن هذا المهرجان كان مهرجان ناجح كثير، وغير كذا تعرفنا على أصوات حلوة، وفعلا كان هذا المهرجان يعني له صدى الكبير للجمهور وللناس المشاركين. شو تقولي للفائزين الأول والثاني والثالث؟ يعني ما فازوا إلا بجهد كبير، وأتمنى لهم كل التوفيق، وأتمنى فعلا الاستمرارية، مو بس مهرجان طلعهم، لا بل يستمروا. وأتمنى فعلا، أتمنى من كل قلبي أن يكون في جهات مختصة، يعني شركات إنتاج تتبناهم، بس بعد يعني الجهود الذاتية مطلوبة كثير.